بحاله والصحه ماشي دياله والبلدو سير بحاله والصحه ماشي دياله والبلدو سير بحاله والصحه ماشي دياله والبلدو سير بحاله والصحه ماشي دياله. وتنمشيو للتحاليل عندنا الراميد نمشيو لسبيطار الرغبه تيقول لك سيروا ديروا على برا كنمشيو برا 10000 12000 واللي ما عندوش الفلوس يمشي يموت. حنا مكرفسين وعندنا عندي ربعه الامراض مزمنه كلها الناس راهم مرتين بزاف لا صحاب السكر ولا صحاب ديالي هما كيعانيو سد عليهم الباب ما مشاو سد عليهم الباب الله عاش الملك عاش سيدنا هما ما كاينش تمشي تتشري 3200 جوج في الشهر تاخذهم في 1600 هكا السلام عليكم خويا حنا جينا هنايا في هذا النهار هذا كنطالبوا بالدواء ديالنا الحقوق ديالنا الدواء مقطوع في السبيطارات كنمشيو كالسكر والناس هنا مساكن حالتهم بمرض ديال القصور الكلوي وكنمشيو للسبيطار بحالكم باش ناخذوا الدواء كيقولوا لنا سيروا ما كاينش فين ما نمشيو كيقول لك سيروا ما كاينش دابا حنا جالسين عطاونا الناس راه عطاونا ما عطاوناش راه حنا جالسين كيديروا يشقروا فينا ردونا بحشك ردونا ماشي حتى بنادم وحنا ضربنا عليها تمره من كتاع حلال هنا وضربنا التمره ومن شبنا دابا لوحونا واش انا نمشي لكم انا في السبيطار يجي يدير لي عدو ربيكا يبقى يهزني ويجرني بحال جار الكلب ولا بحال جار معزه غادي يذبحها باش مريض اشري مريض عندي الكلاوي وعندي السكر وعينيا مسقوطه عليا فين غنمشي انا فين يرد تقول لهم شنو اش كنقول لي كنقول لهم يكون عندهم شويه ضمير يردوني على البال يديروا لنا عاد ديالي زهنا حنا ما طلبناهمش يعطيونا كميله ولا يعطيونا خبزه حنا عايشين بالله سبحانه وتعالى ضامنين الرزق ديالنا ولكن حقنا خصنا ناخذوه والسبيطار فيه ثلاثه القطارات وما كاين حتى حاجه منه مقيد بهذا عام وانا مقيد عام انا راه عامين وانا مقيده من انا بقصر كلاوي عامين وعندي خمسه الوليدات صغيورين وعامين وانا شاده النوبه من مشيت ديك المره لقيتهم حيدوني من النوبه ديالي عاد ردوني دابا هضرت مع المندوب حصلتهم حيدوني بقيت نغوت عليهم ولا خصني شي تحاليل ولا شي حاجه كنمشي نغوت على حقي وما كيبغوش يدخلوني بزز انا دابا عندي خمسه الاولاد وما عنديش باش نداوى حتى انايا وعييت ما نهضر معاهم وتنغوت كيجيبوا لي البوليس انا ملي كنمشي للسبيطار كنبغي الحصه ديالي ولا حقي كيجيبوا لي البوليس كيحيدوني كيضرقوني دابا كنشري فلوس انا عندي السكر اولادي وما كنشوفش محايده رجليا وما بشوفش وفيما مشيت اوليدي ما عندي حق انا كنضيع اوليدي سميتو التسول ما رضيناش نتسولو كرامتنا حتى من كل شيء وانت كتشوف وليدي حقي ضايع ما عندي لا اللي يخدم عليا لا رجيلات العوينات ما حدين الطلبات اللي درتهم كيترفضوا لي في وجهي قالوا لي ترفضهم شكون؟ اه في العمل هنا كل شيء ترفض لي وليدي درت الكيوسك قالوا لي لا جي هذاك القريمه ملي جيت للقريمه قال لي غديري ناق المتزاوج بدلوه لي دابا قال لك من 2003 ما جاتهم حتى حاجه ثاني عاد باخذ شنو عندهم وانا التسول ما رديتش وليدي نتسول ولادي شي داخل الحبس خارج ما كاين لا باش يشريو ليا الدواء وحنا ضايعين والحمد لله كتشوفها هي فيها الكونسيرت هي الوالده وحنا ضايعين عائله اسره على قد وليدي اسره على قدها ضايعين الله يجعل ربي وينصر سيدنا ويشوف من حالنا ويتلف جيتنا ويعرف هاد القنيطره شنو في الاثار فيها راه حنا مكرفسين راه حنا وليدي راه حنا مكرفسين وخذوا بيدينا حنا راه مواطنين حنا راه حنا من الشعب راه حنا خوتكم ووالديكم خذوا بيدينا هادشي تيقول سيدنا راه ما شفنا منو والو الله يجعل ربي يشفنا بسيدنا ويكملوا في طريق المستقيمه ويعاونوا راه باغي يصلح وراه كنبوحدو راه تغلب والصحة ماشي ديالك والبلد مصير بحالك والصحة ماشي ديالك يا مندوب يا كذاب بارك عليك من العذاب يا مندوب يا كذاب
وراك عليك من العذاب يا كذاب يا كذاب وراك عليك من العذاب والرديد ها هو 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 والرديد ها هو والتلميذ هو هو والرديد ها هو والتلميذ هو احنا هنا بصفتك رئيس جمعيه مسانده مرضى القصور الكلوي مزمن بالقنيطره هذه الجمعيه هذه اللي تفكرت في 2005 وصوبت المشروع ديالها في 2007 وبنات مشروع ديال المركز ديال تصفيه الدم في القنيطره. هذا المركز هذا تبنى في بدا المشروع ديالو في 2007 بطرف المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي هو اتفاقيه شراكه 34/2007. من بعد في 2010 وجد المشروع وشنو والي صاحب الجلاله انذاك السيد بن شريفه وبدا العمل ديالو كان اكتشفوا انه ما خدام ما والو غير مجرد تمويه في تمويه انه شدوا لنا الناس ديال الحصه الثانيه وحطوهم في عندنا حنا ولينا بقى في المركز الصحي كيحتوي 50 واحد عاود ما يزيدوا بدات الوقفات في 2011 ملي بدينا الوقفات فعلا جاب الله التيسير دخلنا 50 توصلنا في 2012 ل 125 مستفيد في سبيطار الغابه يعني اقصى ما يمكن مع انهم كنعلم انهم كيسدوا ل 64 شهر ما كيخدموش هذه مساله اللي هي خارجه على القانون وخارجه على بزاف لان غير حدانا هنا دابا في الرباط السويسي كيخدموا حتى لجوج الليل حنا في القنيطره كنخدموا الاثنين والثلاث حتى الاربعه د العشيه والاربعه كنخدموا حتى 12 النهار اليوم الاربعاء غادي نمشيو دابا نتحدى اي واحد الا مشينا لقينا السبيطار دابا محلول ديال مركز تصفيه الدم نعطيكم اللي بغيتو نحيد انا كاع من هذا العمل جمعوا ومشي فعلينا باش لا يعقل ان اليوم الاربعاء سادين السبيطار والناس هي هنا كتغوت ما عندهاش فاش تصفي وحنا سادين المهم ان هذه المساله هذه كتحز في النفس ديالو ملي تكلمنا مع المسؤولين مع الطبيب ومع المساله كيقول لك حنا الاربعاء ولادنا ما كيقراوش خاصنا حنا نريحوا مع ولادنا كيف انت تريح مع ولادك انت باغي تخرج للغابه وواحد كيموت في سميتو من استفدنا من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في 2008 2009 2010 خدينا واحد في برنامج الهشاشه بالضبط اما البرنامج الافقي ما خدينا منه حتى شي حاجه من بعد من نجا هذا المندوب في 2011 صافي تم الطرد ديال الجمعيه من سبيطار الغابه خرجها صاحبه المشروع ما دخلاتش ما دارت فيه حتى حاجه وجابوا جمعيه اخرى اللي هي الدار الكبيره اعطوها جميع الصلاحيات وخذوا واحد تقريبا 50 مليون في الجهه و50 مليون في المبادره وعطوا واحد 60 مليون باش يشريوا الكيت الكونسوماب ديال الكلوه الصناعيه من بعد كيتضحوا انهم فعلا حنا خرجنا لهم واحد المعاينه واستجواب بالعون القضائي فكيجاوبنا المندوب كيقول لك انه هذيك الفلوس راه ترصدات ماشي للمرضى وانما ترصدات للفراميليه والاطباء شيء لا يعقل انه الفراميليه والاطباء ياخذوا الحوافز باش يخدموا خدمتهم اللي هما كيتخلصوا على اصلا من عند وزاره الصحه ومن الدوله ويا ريت كنا كانوا كيخدموا الخدمه ديالتهم ملي كنجيو نقلبوا كنلقاو الفراميليه والمندوب كيخدموا الفراميليه والطبيب كيخدموا من يومين ونص في الاسبوع بمعدل 18 ساعه ونص في الاسبوع وكيتخلص على 37 ساعه ونص بطبيعه الحال ملي كنحيدوا نص ساعه ديال الغداء فهذه مسائل اللي هي تقنيه محضه ما فيها حتى شي حاجه اللي ممكن اننا نخليو هاد الناس هادو نزيدوهم مثلا الحوافز من الفوق فاحنا عندنا مرضى كيموتوا كيقول باللي الدعم ديالو هو كيقول يعني في الدفعات ديالو كيقول انه الممرضين ما كاينينش عنده نقص في البيرسونيل نقص في سميتو فملي كنجيو نحسبوا قانونيا ونتحدى اي واحد يمشي يقول ما يجي يقلبها اربعه المرضى كيقابلهم فرملي واحد اربعه المرضى كيقابلهم فرملي واحد يعني بمعنى انه اربعه الالات ديال تصفيه الدم كيقابلهم فرملي واحد عندنا 28 اله كنقسموهم على اربعه كنقسموا على اربعه كيعطيونا سبعه الفرمليه كنشدوا معاهم واحد كنشدوا معاهم بالنسبه للمالادي وليروب وليكونجي كلهم كنزيدوهم ثلاثه يعني 10 ديال الفرمليه كيخدموا لنا السونتر فوق في كيك كما كيقولوا من داك الشيء الرفيع. سيدي حنا اليوم العالمي للمراه اليوم قررتوا اليوم باش تحتفلوا بهذا اليوم بالطريقه ديالكم خاص من خلال الوقفه ديالنا من غير الوقفه اجبنا هذه الشهاده التقديريه لهذ النساء اعترافا لهم لهذا النضال ما بغيناش نخرجوهم ها هو هنا وقفه كتكون اليوم بمناسبه اليوم العالمي تشرف المكتب التنفيذي لمرضى القصور الكلوي بتقديم أزكى الأماني وأزكى التهاني للمرأة المغربية قاطبة أينما حلت وارتحلت وخصوصا إليك سيدتي المناضلة المنخرطة والعاملة بجمعية متدد مرضى القصور الكلوي المزمن لهذه النساء كلهم اللي حدانا راجيا من علي القدير أن يعيد هذه المناسبة العالمية وأنت تتمتعين بموفور الهناء والعافية لما تسدين من أعمال جليلة بكل متفان وإخلاص وتقدير المسؤولية فمزيدا من عطاء ونكرا الذات من أجل بناء وطن تتساوى فيه الحقوق والواجبات وهذا ليس ببعيد عليك أختي فمهما
قيل فانه لن يصل المكان الذي ارادها الخالق للمراه، فقد كرمها وجل وعلا من فوق سبع سماوات واوصى بها خيرا وحرم كل سلوك يهين كرامتها وكبريائها. اعاده الله عليها بكم فور الصحه والعافيه. يعني اذا قررت ان شاء الله باش توصلوا النضال ديالكم الى حين تحقيق المطالب ديالكم، هذا تكون سؤال اخر. طبيعه الحال ما غاديش نسكتوا، لانه هاد الناس هادو ما التجؤوا للجمعيه وما زوقوا في الجمعيه الا وراه تسدوا عليهم جميع البيبان. فحاليا كاين عندنا اكثر من 20 واحد كيمشيو لجمعيه الامل في الدار البيضاء. انا دابا كنوقف هنا وكيقولوا لي الاخوان نزلوا من الناس ديال الكونترولور ديال التران، يعني المعاناه اللي كيعانيوا مع التران اللي كيعانيوا مع المركوب. واحد جاي مسكين من العروبيه ساكن ب 80 كيلومتر باش يوصل للقنيطره، ومن القنيطره عاد يركب حتى للدار البيضاء، والدار البيضاء عاد يشد الطاكسي ويصفي يصفي الدم ديالو وعاود له من نفس العمليه بالرجوع ديالو. يعني كيدير اكثر من 12 ساعه حتى 16 ساعه باش يصفي الدم ديالو. يعني مساله يعني مساله هي طبيعيه، هي كثيره وكثيره. يعني هاد الناس هادو كنقول لهم سيروا تموتوا.